أكد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في القدس أنه يعمل في إطار استراتيجية بعيدة عن الأضواء لتحريك عملية السلام في الشرق الأوسط، وبأنه سيتجنب التسرع لدفع هذه العملية قدما. وتبع كيري جولته على المسؤولين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتقى في هذا الإطار رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز. في خطوة هي الأولى من نوعها، وافقت وزارة العدل السعودية على تسجيل أول محامية متدربة في المملكة. وكانت مصادر في وزارة العدل أعلنت في تشرين الأول الماضي صدور الموافقة الرسمية على منح المرأة رخصة محاماة. دعا البابا فرانسيس إلى ثقافة التلاقي مع احترام الاختلافات في العلاقات الدولية، وذلك لدى استقباله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي رأى فيه زعيما روحيا للعالم ودعاه لزيارة مقر الأمم المتحدة. زلزال إيران وبرنامجها النووي وتهديدات كوريا الشمالية في هذا التقرير. قتل عدد من الأشخاص في زلزال ضرب جنوب إيران على بعد حوالي 100 كيلومتر من مدينة بوشهر، حيث تم بناء المحطة النووية الوحيدة في البلاد من دون أن تتأثر هذه المحطة بالزلزال. في غضون ذلك دشنت إيران منجمي يورانيوم سيزودان مجمعا جديدا بالكعكة الصفراء في ولاية يزد، ويقع المنجمان على عمق 350 مترا كحد أقصى، ومركزهما على بعد حوالي 100 كيلومتر من المجمع الجديد في أردكان. لوحت كوريا الشمالية مجددا بحرب نووية حرارية في شبه الجزيرة الكورية، وحضت الأجانب المقيمين في كوريا الجنوبية على اتخاذ إجراءات للمغادرة. بالتزامن لم يتوجه أي عامل كوري شمالي إلى موقع كايزونغ المشترك بين الكوريتين غدا إعلان بيونغيانغ سحب مواطنيها منه. نشرت اليابان صواريخ باتريوت في قلب عاصمتها استعدادا للدفاع عن سكان طوكيو من أي هجوم كوري شمالي محتمل. وقبل ذلك كان رد طوكيو على التهديدات الصادرة من بيونغيانغ خافتا، والإجراءات التي اتخذتها هي الأكثر وضوحا.